أمة الحشد تشهر سيفها على نائب أعزل وتغلق مكتبه بالخط الأحمر. مغلق باسم الحشد، هيك انكتب على مكتب النائب سجاد سالم بمدينة الكوت بعد ما وصلت الخلافات بينه وبين الحشد إلى طريق مسدود. شنو اللي صار؟ خلونا نتابع. التطور صار يوم الخميس الماضي لما المجاميع ترتدي الزي العسكري الظاهرة بأمام مكتب سجاد سالم بالكوت، وأغلقت ورفعت شعارات مناصرة للحشد. وبحسب البيان اللي أصدر النائب المستقل سجاد سالم، التظاهرات جاءت بعد يوم من تقديم إخبار للإدعاء العام بواسط حول محاولة اغتيال فاشلة لشخصيتين بمركز مدينة الكوت. سجاد سالم أضاف إنه اللي نفذ العملية توجه بعدها لمقر أحد الفصائل المسلحة وتم تهريبه وتسليمه لاحقاً. بعدين الجهات الأمنية بالمحافظة أخفت الحقيقة عن القضاء وما صار تحقيق معمق ويا المتهم، رغم اعترافه بكونه كان يخطط لاستهداف آخرين. النائب خلى هاي الحقائق أمام الرأي العام والحكومة والقضاء وطالب بحماية المدنيين المسالمين من تهديدات بعض الفصائل المسلحة إلهم. واضح أنه النائب نفسه مشمول رغم قوله أنه ما يطلب شيء لنفسه. خصومة النائب مع بعض شخصيات الحشد مو جديدة وترجع لقبل سنة تقريباً لما اتهم رئيس هيئة الحشد فالح الفياض ورئيس أركانها أبو فدك المحمداوي بالتورط بقتل متظاهري تشرين. وبوقتها أشار إلى أن بعض الفصائل المنضوية تحت مظلة الحشد تتبع القائد العام للقوات المسلحة شكلياً، لكن بالواقع غير شكل. طبعاً هيئة الحشد ما سكتت، رفعت دعوى قضائية ضده وتم استهدافه إعلامياً بحيث آمر اللواء الثالث بالحشد أبو تراب التميمي اتهمه بالارتباط بتنظيم داعش وقال له لو ما الحشد ما كان صرت نائب بالبرلمان، بل كان شفناك نائب بتنظيم الدولة الإسلامية اللي رده يحكم العراق. الآن بغض النظر عن قصة سجاد ومعركته ضد الفصائل اللي يعترض على كونها تعيق التطور السلمي للبلد، إلا أنه هذا النائب ينتمي لحالة جديدة ظهرت بعد تشرين، حالة تتمثل بولادة تيار مدني معارض داخل البرلمان، تيار صوته عالي وبدأ يزعج القوى التقليدية ويعارض توجهاتها وفسادها. وهذا التيار يعكس مزاج موجود الآن بالشارع، ومؤكد هيك أحداث تزيد من اتساع. السؤال بالأحرى هو شنو معنى هذا التضييق والقمع للأصوات المعارضة؟ هل يراد إسكات الجميع وقص ألسنتهم وسلب حقهم بالنقد والمعارضة؟ ثم إذا نائب بالبرلمان يتمتع بالحصانة والحماية يتصرفون وياه بهالطريقة، فكيف بالشباب العاديين اللي ما عندهم حماية ولا حصانة؟ هذه الأسئلة تطرح أمام الحكومة والقوى السياسية ورموز الحشد، ويا ريت لو يجاوبون عليها
بخطوات وإجراءات مو بتصريحات دبلوماسية بعيدة عن الواقع. يا جماعة يا جماعة، الحشد أكبر من هيك معارك تشوه تضحياته. يا جماعة على كيفكم، اللي حرر المدن من داعش ما معقولة يقمع حرية الأفراد بانتقاد. على كيف يا واش، لا تصيرون مكان الله. على كيف يا واش، يلا.